UNESCO launched this project for the revival of Balsa Old City back in 2020 in two phases. Today we are gathering. اليونسكو مهتمة وضالعة في إعادة إعمار ثلاث من البيوت الشناشين المطلة على النهر وإضاءة القناة. زيارتهم اليوم هي لإطلاع اللجنة المجتمعية المشكلة من اللجان الحكومية، اللجان المجتمعية، وجهاء المتطوعين. نطلعهم على تقدم العمل، نطلعهم على جدية اليونسكو بإعادة إحياء هذا العمل والمنحة وإبراز المنحة الكريمة للاتحاد الأوروبي بتنفيذ اليونسكو بالتعاون مع الحكومة العراقية. حقيقة مثل ما تطرقوا، نسبة الإنجاز وصلت إلى البيوت أكثر من 60%، النهر وصل إلى أكثر، للمرحلة الأولى وصل أكثر من 80%. احنا ببداية 23 البيوت مخلصين ومنتصف 23 للنهر مخلصين ان شاء الله. واحد من المشاريع المهمة اللي تتبناها وتمولها منظمة اليونسكو، احدى منظمات الامم المتحدة. العمل مثل ما تقولون تشوفونه مستمر منذ فترة وبوتيرة عالية، هي لاحياء هذه المنطقة من ناحية الدور وكذلك من ناحية البنى التحتية في المنطقة، ومن ضمنها نهر العشار، هذا المقطع اللي داخل منطقة البصرة القديمة. تشوفون العمل تم ازالة كافة الأنقاض اللي موجودة بالنهر، البنى التحتية على جانبي النهر، المردات بشكل متكامل، إضافة إلى إضافة الطابع التراثي للجسور اللي موجودة. أيضا هناك أبنية يتم إعادتها وفق التراث البصري القديم، هناك 12 بيت، ثلاثة من عدها في هذا المقطع، اثنين من عدها، واحد قرب على الانتهاء والثاني أيضا عمل مستمر به، والثالث سينتهي إن شاء الله في نهاية هذا العام. هذه الأعمال كلها تصب في إحياء هذه المنطقة التراثية اللي هي تعتبر أساس البصرة القديمة في هذه المنطقة. أستاذ علي، دور البلدية وتقديم الخدمة من خلال المشورة أو المعونة، أو مثل ما ذكرت يعني هذا راح يكون شكل القادم مجاري هذه المنطقة، وراح يكون تم الاتفاق أنه برنامج الشراكة سيستمر مع منظمة اليونسكو، في سواء حاليا في العمل مهندسين متواجدين معهم أيضا للمشاركة واكتساب الخبرات، إضافة إلى أنه استمر بأعمال الصيانة بعد استلام هذا المشروع من المنظمة. دائرة المجاري متواصلة أيضا مع المنظمة، صار اجتماعات مشتركة. مديرية المجاري تعول على مشروع الخطوط الناقلة اللي ينفذ حاليا، في أنه ينهي كل هذه العملية سواء في هذا المقطع أو المقاطع الأخرى، ينهي عملية المذبات المياه الثقيلة في هذه الأنهار اللي هي من شأنها أن تحسن نوعية المياه في هذا الأنهار. لأن هو مادة استخدمناها آبائنا والسومريين حقيقة. ملخص هذه الجولة أثمرت عن شنو أستاذ حسن؟ المرحلة الأولى كانت هي عملية إعادة صيانة النهر نفسه من خلال الجدار الساند وإعادة النهر إلى سابق عهده، هذه من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي أن تكون هناك عملية إعادة الدور التراثية لما كانت عليه سابقا، هذه أيضا ناحية أخرى. المرحلة إن شاء الله اللي بعدها راح ننتخب مجموعة أخرى في مناطق أخرى اعتبار مناطق تراثية، لا سيما في مركز المحافظة. ايضا ان شاء الله خلال لقائنا اليوم مع اليونسكو في يعني الاجتماع راح يكون بعد قليل، راح نركز على انه ليس فقط على مركز المحافظه، كما تعلم محافظه البصره بها العديد من المناطق التراثيه لا سيما في الاقضيه والنواحي. واليوم انا كقائم مقام قضاء ابو الخصيب يمكن راح اركز على ابو الخصيب باعتبار به كثير من الدور والبيوت بيوتات التراثيه. ايضا راح ندعوهم الى انتخاب مجموعه من البيوت حتى نعالجها تراثيا كما عالجنا هذه المنطقه. يعني مقبلين على خليجي 25. وخليج 25 اعتقد انه كل الاخوه الخليج بشكل عام، ليس فقط الكويت او غيرها، دائما يقصدون منطقتين في محافظه البصره، الزبر وابو الخصيب. وبالتالي هم يتحدثون حتى في مسلسلاتهم في برامجهم عن هاتين المنطقتين. فبالتالي انا حقيقه اريد استبق الحدث بانه نعيد المناطق التراثيه في هذا القضاء. انا اشوف العمل مناسب جدا بهذا الاتجاه، وان شاء الله احنا من الداعمين الى كل مؤسسه وكل منظمه محليه او خارجيه في سبيل على تراث البصرة إلى سابق عهدها. بالتأكيد متابعاتنا كمفتشية آثار وتراث البصرة متابعات فنية، شكلنا لجنة في بداية العمل لإعطاء الملاحظات الفنية للمحافظة على الطرازات المعمارية التراثية
نسب الإنجاز بدأت تتعالى، وهذه التجربة نجحت لدينا في البصرة. نتطلع إلى خطة عمل في 2023 إلى ترميم 9 بيوت تراثية في منطقة محلة الباشا، وهذه البيوت بالتأكيد مهمة جدا وذات طراز معماري مختلف عن بقية، يعني بعض أجزاء متهرئة، بعض أجزاء محافظة على الطراز البصري القديم.